هذه الفراشه اللي هي كوربا بابيون، هذه ريغيلاتير درانتي اللي هو مسؤول على تشغيل الصباح والستارتر، وياخذ معلومات من ياخذ معلومات من حساس الحراره. هذا ياخذها يعطيها للكارت للكمبيوتر نتاع السياره باش يقول له راه الموتور سخون ولا بارد، باش يزيد وينقص في الرونتي نتاعها. هذا يسموه ريغيلاتير درانتي في يركب في الفراشه في كوربا بابيون. هذه البوبينه وتحت منها ليزانجكتور، تحت منها انجكتورات وتحت منها شمعات، طبعا البوبينه بينها تحت منها شمعات هذيك. وهذا من الموتورينو او الدمرال اللي هو السارتر نتاع السياره، اللي هو الدمرال اللي يخدم اللي يشغل السياره. هذا حساس الهواء في المحرك هذا نتاع 206 اللي هو زاد 05 ولا زاد 06 اللي هو في 1.4 ولا 1.1 كلهم حساس نتاع الهواء.